يمكن للبعض الروبوتات الجديدة أن تدخل جسم الإنسان للمساعدة في علاج الأمراض، وبعدها يمكن أن يصبح جزءا من جسم الإنسان. هذا وطور المصممون من إيطاليا يدا روبوتية حديثة تسمى حانس، لا تبدو مشابهة جدا لليد البشرية من ناحية الشكل فحسب، بل يمكنها أيضا استعادة أكثر من 90% من وظائف اليد البشرية للمستخدمين الذين فقدوا أيديهم أو أذرعهم. بفضل استخدام نظام مخاط كهربية العضل، يمكن للمستشعرات داخل اليد الروبوتية اكتشاف نشاط العضلات، بحيث يمكن للمستخدم جعل اليد الروبوتية تكمن حركات من خلال التحكم في عضلات الأطراف السليمة. على سبيل المثال، يمكنها إكمال مجموعة متنوعة من حركات الإمساك والقبض بسرعة، وتصل قوة الإمساك القصوى إلى 150 نيوتن، وهو ما يعادل قوة القبضة العادية لصبي يبلغ من العمر 10 سنوات. كما طور المصممون تطبيقا مخصصا متصلا مع اليد بالبلوتوث لضبط تعليمات تشغيل اليد بما فيها الدقة وسرعة الحركة، وذلك من أجل تقديم أفضل تجربة لمختلف المستخدمين. في المرحلة التجريبية يمكن لمعظم المستخدمين استغلالها بحرية في أقل من أسبوع. ويعتقد خبراء روبوتات أن الحدود بين المواد الذكية والذكاء الاصطناعي وعلم الأحياء والروبوتات قد اندمجت تدريجيا في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه تموي للروبوتات. في المستقبل ربما لا يمكن فصل الروبوتات عن حياة الناس مثل الهواتف الذكية الحالية.